مرحبا بكم جميعا، كل الضيوف مرحبا بكم عندنا، ونرحب بالسيد مدير السياحه لمدينه سيرت والسيد ممثل مجلس الشعب بدون إطالة إن شاء الله، باش كاين جماعة اللي راهم بعاد وباش يروحوا. نبداو من كل ممثل عن مجموعة يجي يعطينا كلمة أخيرة ومن بعد نبداو السلام عليكم. السوغر كرمتونا ضيفتونا عطيتونا تقريبا كل معدات عاد كل شيء كان متوفر، زعما ما لقينا ما نقولوا تنظيم كل شيء كل شيء. الكلمات تخونني لأصفة هذا اليوم، فان شاء الله بربي نقدروا نفرحوكم كما فرحتونا ندخلوا عليكم فرحه وسرور. ان شاء الله مرحبا بكم عندنا ثاني، ان شاء الله ما تكونش هذه لا بروميير فوا اللي نجوها ونعاودو نقطعو، ان شاء الله نجوكم مرات ومرات عديده وتجونا كذلك مرات ومرات عديده، نفيدوكم وتفيدونا نتعاونوا باذن الله في شتى المجالات. شفناكم عندكم مجالات الله يبارك، كل الطوابع عندكم، ان شاء الله نعاودو نتلاقو ونطوروا هذا التخييم. كل لي دومين ان شاء الله حنا نسعو جوست باش نطوروها ونعطوا احسن صوره للسياحه في الجزائر، هذا هو الهدف كاع تاعي. دونك شكرا جزيلا لكم، وثانيا شكرا ثاني لي جروب اللي لبوا الدعوه، حاجه كبيره على بالك باش واحد يدي بلاصي لك ومن كيما نقولوا ياخذ من الوقت تاعه ويعطيك كيما نقولوا الوقت تاعه باه يجي عندك ويلبي لك الدعوه. دونك لي جروب تاع اللي جاوا تموشنت بالعباس تيارت كاع والله جو تيغ شابو، فرحتونا شكرا جزيلا لكم، وان شاء الله نتوما ثاني تلاقوا عندنا تجوا عندنا مرحبا بكم. لي جروب تاع تموشنت راهم يعرفونا، لي جروب الاخرين اللي مازال ما جاو ثاني مرحبا بكم عندنا، هذا هو. شكرا لكم. طبعا انا في المسامة نبداو في جو التكريمات. سيد مدير السياحة تفضل. بالمناسبة الهدية هي عبارة عن شهادة شرفية إضافة إلى كتاب بعنوان سفار المدينة الضائعة. هذا الكتاب هو مولود جديد من النادي ومن عند خونا يعقوب كرات المؤلف، هي المؤلف. إن شاء الله مزيد من النجاحات في قادم الوقت. واه وقع له فاطلق بدي تصور. صح كامبرز سي أ سي أ إم بيرس إي إر إس صح
كم تاريخ اليوم بالنسبة لك؟ كات نوفمبر. بالمناسبة الكتاب هذا في الرحلة التي قادت أعضاء نادي سوبر تخييم إلى مدينة سيفار. أي بارك. شكرا. ننتقل إلى المجموعة الثانية من مدينة عين تيموشنت. نفضل قاوتنا ممثل عن كلمة. بون السلام عليكم. معكم إسلام مسماحة، رئيس جمعية وطنية للسياحة الشبانية المستدامة لنادي المغامرين اللي هو تعيتي موشنت. هو حاجة الأولى بغيت نشكر كل أعضاء أو نسميهم رجال الخفاء ولا الجنود الخفاء، اللي يعطيكم الصحة خوتي، كنتوا بزاف هايلين، كنتوا بزاف زعما واقفين زعما ما شاء الله. سوق التخييم اللي يعطيكم الصحة، وإن شاء الله كما يقول لك نكثروا من هذه التنسيقات، لأنه هذه الحاجة مليحة بزاف. كما يقول لك حنا جينا نتبادلوا ديكيتي، لقينا روحنا حنا الدين، حنا الدين مكثر. ان شاء الله ماذا بينا تجوا عندنا وحنا ثاني نعطيكم حاجه. والله صافي ان غرون بليزي. انا كنت بعدا كون عندي بزاف هاد الدومين وكاع شاول، زدت تعلمت بزاف صوالح، وهاد الحاجه انا تبان لي متلقاش عند قالي جروب تما، انا تبان لي برومو زعما قليل. وين نشوف هاد الجروب عندها زعما عامل اللي بداو على بالي بلي كنتو طشطو من قبل شاول، عام اللي زعما بديتو في الحال كيما نقولوا حنا في حاجه رسميه بداتو كاع هاد الشيء. فريمون يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. كيما نقول لك ان شاء الله نشوفوا تنسيقات اخرى مع بعض، ومرحبا كاع الناس اللي جات، ويعطيكم الصحه والسلام عليكم. يقدمها له سي الحسن ممثل عن مجلس الشعب البلدي لبلدية سوق. ننتقل إلى المجموعة الثانية. I can call me. اتفق اخوتي. السلام عليكم، معكم بكار لؤي في نادي هايكينغ في سيدي بلعباس. نوجه التحيه خونا المدير صالح وجميع المشاركين على الاستضافه الجميله التي كانت في المستوى، ونرجو من هذه الدعوه ان تكون في نصيبنا والتعلم من جديد المهارات، فنحن نتعلم المزيد ونرجو التعلم من المزيد، وستكون المبادرة في المستوى إن شاء الله. ونطلب من الأخوة المشاركين الاتصال أو تلبية الدعوة القادمة لجميع المشاركين والدعوات في نادي تلمسان أو سيدي بلعباس أو في جميع الولايات، وأن تكون في هذا الضمان كما نقولوا، ولا في أي مجال آخر للاستفادة والتعلم من الجديد. وأعطيكم الصحة أخوتي. هدية يقدمها له ممثل أمن دائرة سوبر. الله يحفظك.
محرز. ننتقل الى المجموعة التالية وهي مجموعة تيرت فرندا ممثلة نادي الفنة الجوال. السلام عليكم. مع صافي بليزير تكونتنا معكم دي بون مومو. ربي يحفظكم على كاع واش قدمتوا. ناس تموش انت مستغانم صار شلالة السوقر بلعب خويا تاع تلمسان. مرحبا بكم. ونزيدو نتلاقاو ان شاء الله ماشي غير في صورة تاع فرح ولا تاع تخييم. نزيدو نتلاقاو ثاني في القرح ونعاونو بعضانا. ونزيدو نتلاقاو في دي كومبين وقت اخرين سبور حاجات وقت اخرين. ويعطيكم الصحة وان شاء الله نعود نشوفوك. ان شاء الله. نقدمها له سيد ياسين رئيس جزائر خضراء. المجموعة التالية هي موسيقية في ولاية تيرت مجموعة وان بويس. تكتب ماذا تكتب قعدت دقيقة 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 تكلم تكلم نشكر على الاستضافة وان شاء الله تكون بزاف زعما كيما هذا الشيء اللي درنا هدية يقدمها له الشيخ نصر الدين قائد نصر الدين امين امين نصر الدين ممثل ننتقل الى التكريم التالي وهو لضيف الشرف قائد نصر الدين يتقدم مشكورا غير مشكور. ربي يحفظكم وربي يجازيكم. بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم وسلم على نبيك الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين وبعد. هضرنا رانا في هضرنا وهضرنا وهضرنا ونعاودوا في نهضروا معليش. إنه لمن الشرف أن يتواجد المرء بين أحبته وإخوانه وزملائه والمغامرين، مغامرين الشباب الطموح، الشباب الواعد هذا اللي راه أمامنا. وأقل شيء راكم تقدموه أو أقل رسالة بخدوها تشجيع السياحة في الجزائر. وهذا نشاط رائع جدا. ورسالة طموحة ورسالة إن شاء الله راكم موفقين فيها إن شاء الله. طلبكم الحفظ والسلامة بأن راي المغامرة على وجهها المبيت في الغابات المبيت في الليل السفر التسلق تاع الجبال كنا نديرو في هذاك النشاط اللي درناه قبيله نشاط فيه خطورة نوعا ما إلا أن الشباب أبوا إلا أن يشاركوا عن بكرة أبيه. والحمد لله كاين اللي دار مرة كاين اللي دار زوج كاين اللي دار وتشرفنا أنه أحد البنات تشجعت ودارت ودارت التجربة هذيك وكانت تجربة ناجحة ربي يجازيها وقلعت علينا اللوم. على كل حال كانوا ناس بزاف ماكش باغيين يديروا كبار ومشاطيش هيا كي دارت البنت. على كل حال كان اللي قال لك يدمروني معاكم رفعت علينا الحرج ربي يجازيك ان شاء الله. على كل حال احنا والله متشرفين بالتواجد تاعنا معاكم ومتشرفين بهذ اللقاءات ونرحبوا بكم في مكان
في بلاصه الجماعه تاع السكر حللتم اهلا ونزلتم سهلا. يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وانت رب المنزل. كما جرت العاده فوج تاع السكر فوج ناشط، شباب تاع السكر شباب ناشطين، مدينه كبيره، مدينه مضيافه، مدينه تاخير، هذا ليس بالجديد على مدينه السكر واهل مدينه السكر. سكر معروف على كل حال في ولايه تيارت ومعروفه، هي معروفه ولا لا منا ولا منا. فالناس يتشكر من لم يشكر الله لن يشكر الناس. ربي يجازيكم، ربي يحفظكم ان شاء الله، وفي لقاءات اخرى ان شاء الله احسن واثمر وربي يجازي الجميع ان شاء الله، ربي يحفظكم. بارك الله فيك شيخ. الهديه يقدمها له اخونا كراليفه كمال. ربي يحفظك ربي يجازيك التكريم التالي لشباب قصر الشلالة آتي أدفونتير ولا آتي بروديكسيون تقدم لودا. السلام عليكم، معكم بوزيان علي من قصر الشلالة. حاليا مانيش نمثل في جروب، نمثل الشريبات اللي يحبوا تخيم الشلالة. احنا مازال ما عندناش جروب، ان شاء الله راح نديروا واحد ونعرضوكم كما عرضوكم من السوق ونكونوا خير منهم. الله يحفظكم ونتلاقاو في الايام الجايه ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك. افتح الروسي، افتح الروسي. هديه يقدمها له خونا عبد الرزاق. هدية تالية وهي مقدمة إلى مدير السياحة لولاية تيرت، مشكور على تلبية. أولا نشكر جمعية سوق التخييم على الدعوة، ثانيا نشكر أيضا ونرحب بالإخوة جمعية التخييم في ولاية عين بوشن سيدي بن عباس وسعيدة. نحن يعني حضورنا هنا جاء تلبية أولا لدعوة الجمعية، ثانيا كدعم معنوي لهذه الجمعية لتنظيم مثل هذه النشاطات التي نحن كقطاع السياحة والسنة التربية ولاية تيارت تدخل ضمن النشاطات السياحية الخاصة بالسياحة الجبلية والسياحة الغابية.
إذا نحن ندعم مثل هذه المبادرات التي تهدف إلى أولا ترقية السياحة على مستوى الولاية من خلال هذه النشاطات، وأيضا لبروز هذه الجمعيات النشطة على مستوى الولاية. ومن خلال هذا اللقاء ندعو جميع الجمعيات المتخصصة في هذا المجال التخييم أنهم يحذوا هذه الجمعية وينظموا النشاطات على مستوى الغابات الموجودة على مستوى الولاية والتي هي يعني كثيرة ومتنوعة، وسيجدون الدعم من طرف مصالح مدير السياحة والصناعة التقليدية من خلال المرافقة، ومن أجل أننا ننظم مستقبلا أيام تخييمية تكون يعني على مستوى ولاية سيارة المضيفة ولاية سيارة التاريخية السياحية. إذا مرة أخرى نشكر أعضاء الجمعية على الدعوة، ونشكر أيضا الحاضرين، ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق والسداد في قابل النشاط إن شاء الله. الهدية يقدمها له رئيس جمعية سوبر تخييم سيما الدين قيس. حتى الآن نطيل إن شاء الله نبدأ في آخر فقرة وهي تقدموا معنا رؤساء النوادي. صافي بليزير خوتي، هذه كانت هنا نهاية الخرجة تاعنا في حرملة تحت تنظيم السوق التخييم. هذا آخر الحال، هذا الفيديو التالي إن شاء الله بإذن الله. الوداع سوف يكون صعب علينا قادة مع السكري صاحبي. المهم تهلاو في روحكم خوتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غاستي برانشي توجور يوسف تو غابيا، بيس اوت، غاستي برانشي. السلام عليكم، كما جرات العادة في آخر البيفواك سموها لا ميزون، نعطوها للدار. هذه هي رانا مع خويا كمال ملهيه اسلام وكريم. وان شاء الله زكي هو قال لي زكي خوتي شباب. نقول لكم كيما كل بيفواك ابينو كيما كل بيفواك كيما قلت لك كيما كل بيفواك جو رايحين للدار. السيمانه الجايه هذه ان شاء الله، السيمانه الجايه ان شاء الله باذن الله تعالى قادر مع السكري يجي عندنا للدار. سعيدي مع السكري قادر مع السكري بواك يكرهك سمي قادر رباني جامش ابي يسمي ولده قادر. هي صاي هذه هي
قاعده تاع معسكر. انا قاعده نهايط غير معسكر. رول لهم كاع الفلفله. بارك الله فيك شدوا القاعده. ومن هنا من هذا المنبر اهدي تحياتي الى رضا بالفضل. امي و هشام هشام راطت يعني. وهشام هشام فلو فلفله. فلو فلو فلفل الله يمسح عليك خويا فلولي فلوله صاحبي ما تسولناش غير ياباني صاحبي وصايي ايوه ياباني صاحبي في الغيبيه ياباني عالي يلا يسلم عليك ياباني صاحبي جاكم جيت انا غير السلام عليكم السلام يا شهد ايوا تهلاو في راكم السلام عليكم يلا يسهل الله يسهل بصحتكم عفتكم خوتي ايوا السلام عليكم الواسط طلعوا في روحكم ايوا ستامبرز قولي والو الريس طلعوا في روحكم امينو ستر صاحبي عاود راح الريزو غاسي برونشي توجور بيس اوت